ثقة. أنت مرشح اليسار الموريتاني. قومية تلاعب. يعني حزب ذو خلفية ماركسية. شاء نظام أن برأيك هل من الممكن أن يتجاوب الشارع الموريتاني مع هذه الأفكار التي يبدو نوعا ما الزمن مر عليها؟ لا لا، هذه دعاية مغرضة وكاذبة، وتستهدفني شخصيا، وتستهدف تقف وراء هذا الترشح، وتريد أن تخندقنا في زاوية إيديولوجية ليست هي الزاوية التي ننتمي لها. معسكرنا منذ البداية هو معسكر وطني، معسكر ديمقراطي، معسكر يدعو للحرية ويدعو للانعتاق الاجتماعي، ولكن ليس له لون إيديولوجي. هذه دعاية خصومنا، وقد سمعت أحد مراسليكم يردد مرارا المرشح اليساري بمعنى الماركسي. هذا بالطبع من دعاية الخصوم، وأريد أن أصحح على ذلك. نحن مرشح للقوة الديمقراطية، للقوة الوطنية، للقوة فعلا التي تريد تحرير الفئات الشعبية المهمشة وخاصة المستضعفين في هذا البلد، ونحن ندافع عنهم، لكن لسنا تجمع ماركسي يرفع راية الماركسية ايديولوجية معينة. طيب. هذا بالطبع انه ذهب اليه دائما خصومنا. طيب. في الساحة الوطنية، واريد ان اصحح ذلك في تقاريركم المتعددة التي تقدمونها. على سبيل اريد ان اظهر ذلك لمشاهديكم من خلال الجبهة الواسعة التي تؤيد ترشحي. هذه الجبهة ليست هل أحمد دادا ماركسي، هل ليناد ماركسيين، هل هذه الجموع الكبيرة الغفيرة التي تجمعت في مهرجان إعلان ترشحي تؤيد، كله دعاية مغرضة ولكن لن تنفع شيئا.